السلام عليكم طلاب، مرحلة رابعة، عنوان مختبرنا مايكرو أورجانيزم إن شوغري فود أند بيكلز. أتعرف على الأحياء المجهرية اللي تتلف الأغذية السكرية والمخللات. كبداية أريد أعرف شنو هي الشوغري فود. أكيد أي مادة غذائية تحتوي لي على هاي شوغر كونسنتريشن، وبالتالي not appropriate for مايكرو أورجانيزم، غير ملائمة لنمو أغلب الأحياء المجهرية. مع هذا ممكن أن يحدث التلف بنمو الأوزموفيليك مايكرو أورجانيزم، أحياء المجهرية المحبة للأوزموزية. ليش هذا النوع بالذات؟ لأنه prefer high sugar concentration for growth and reproduction، إذن يفضل حتى يقدر ينمو بشكل طبيعي ويتكاثر بشكل طبيعي وجود تراكيز سكرية عالية بالأغذية اللي ينمو بها، بالتالي راح يتلف المادة الغذائية. أمثلة للأغذية السكرية: الهاني العسل، it can't be spoiled normally و contain high sugar concentration 80%. التلف اللي راح يحدث بالعسل يحدث بحالات معينة: humidity is elevated to 10%، نسبة الرطوبة من ترتفع بداخل العسل إلى 10%، ممكن أن يسهل من حدوث التلف. شلون تحدث هذه الحالة؟ accumulation of water between sugar molecule، إذن جزيئات السكر المكونة للعسل بشكل طبيعي راح تبدي تحاط بالماء. هذه الظاهرة نسميها بالكريستاليزيشن. هذه الحالة ممكن أن تتطور وتنطيني الكحولك ييستي فليفر، نكهة كحولية خمائرية بوجود الإيثانول اللي هو ناتج من الفرمنتيتيف رياكشن، من التفاعل التخمري. طبعا درجة الحرارة إذا كانت موالمة واستمرارية نمو الكائن المجهري استهلاكه للسكريات ممكن أن يكون لي type of spoilage yeasty honey. rapid spoilage بالعسل يحدث في حالة معينة اللي هي كل ما ترتفع عندي الكريستاليزيشن يرتفع عندي أو يسرع عندي التلف. الكريستاليزيشن مرتبطة بشكل طردي مع الهيوميديتي، يعني بعض الحالات الهيوميديتي ممكن ترتفع إلى 20% وحتى ممكن أكثر. غالباً ما يحدث بالأدلتريتد هاني، العسل المغشوش، كغش تجاري. التجار يريد يزيد من كمية العسل اللي عنده فيبدي يضيف له الشيرة. بمرور الوقت هذه الشيرة راح ترجع إلى جزيئات سكر وماء، بهالحالة راح ترتفع عندي الرطوبة. العسل حتى أحافظ عليه أسوي له باسترايزيشن بدرجة 60 سيليزي لمدة 30 دقيقة. مايكرو أورجانيزم اللي تتلف العسل: أوزموفيليك ييست، مثال عندي ساكاروميسس سيرفيسياي and ساكاروميسس روكسي. أمثلة لي المولد راح ناخذ أسبرجيلاس، بنسيليام and ميوكر. الدبس produced from dates، من التمر، high sugar concentration 70-80%، وطبيعة المايكرو أورجانيزم أيضا أوزموفيليك ييست، مثال ساكاروميسس روكسي. أزلوها من عينة دبس محلي بتركيز سكر 75%. نمو هذا الكائن المجهري، استهلاكه للسكريات وتفاعلات التخمرية ينطيني نواتج gases, alcohols and acids. فالتغيير اللي يصير عندي بالدبس ألاحظ change the taste and appearance of the dibs، ممكن ألاحظ نكهة كحولية أو حامضية بالإضافة حتى الغازز هذه تظهر بداخل الدبس على شكل فقاعات. الجامس اللي هي عندي المربى high sugar concentration 70%، مع هذا ممكن أن تتلف، ولأن تحضيرها يكون عن طريق different kind of fruits. هذه الفروتس اللي دا أستخدمها جزء يكون سليم والآخر يكون تلفان، فالتلفان راح يضيف أحياء مجهرية لاحقا تتلف المربى اللي دا أحضرها. هيتينج اللي نستخدمها بالتحضير راح تقضي على مدى واسع من الأحياء المجهرية، مع هذا ممكن تكون غير كافية لقتل السبورات خاصة اللي تكون موجودة بعمق المادة الغذائية. بالنسبة للشوكليت rarely spoiled، نادرا ما تتلف، لكن مع هذا ممكن حدوث التلف في حالة احتوائها على contaminated stuffing، contaminated milk with spore of bacteria. السبورات مات البكتيريا تحتاج إلى ظروف خاصة حتى تنمو. أولا تحتاج طبعا إلى anaerobic condition، وهذا متوفر لأنه هي بتكون بعمق المادة الغذائية بداخل الشوكليت، بتوفر درجة الحرارة
بالصيف خاصة الآلية، راح تبدي هذه السبورات مثل كلاستريديوم تنمو وتستهلك السكريات والمواد الغذائية اللي حواليها، تنطيني نسبة كبيرة من الغازز، يظهر التلف على شكل تمزق الشوكولات وخروج الفلنك للخارج. contaminated nuts اللي هي المكسرات الملوثة، هذه تحتوي لي النوعيات الرديئة منها على بكتيريال سبور، فانجل سبور، وممكن حتى فانجل توكسين، يعني المايكرو الفانجاي نامية وماخذة وقتها حتى منتجة للسمون، السموم بهذه المكسرات. استخدام هالنوعية الرديئة بصنع البقلاوة وغيرها من الحلويات الشرقية راح يكون مصدر لتلف هذه الأغذية لاحقاً. البيكلز يتم تصنيعها عن طريق اللاكتيك أسيد فرمنتيشن بواسطة اللاكتيك أسيد بكتيريا، وتصنيع المخللات بعد ورا ما أختار الفيجيتابل تكون نوعيتها جيدة، غسل وتجفيف، حنسوي chopping into small pieces، إذا أقطعها إلى قطع تكون صغيرة. نسبة من الملح من 2 لـ 15% NaCl. نسبة الملح تختلف اعتمادا على نوع الفيجيتابل اللي أنا دا أستخدمه. بتوفر الملح ووجود المايكرو أورجانيزم لاكتيك أسيد بكتيريا راح تبدي تدخل باللاكتيك أسيد فرمنتيشن وتنطيني كناتج لاكتيك أسيد، إذا راح تتوفر نسبة من الأسيديتي من 1 إلى 1.5%. هذه الأسيديتي ضرورية لأنه هي عبارة عن سبيشال فليفر اللي أنا أحتاجها وأدور عليها بالمخللات، نفس الوقت راح تعتبر كبريزيرفيتيف للمخلل من التلف. The role of lactic acid bacteria in pickles، راح أخذ دور هذه البكتيريا بتصنيع المخللات. المخلل الأول راح يكون عندي الكاباج بيكلز اللي هو مخلل اللهانة، يكون على مراحل. First stage micro organism عندي اللاكتوباسيلاس ميزانترويديس، هذه تنمو وتبدي باللاكتيك أسيد فرمنتيشن، كناتج راح ترتفع عندي الأسيديتي 0.1 to 1%، لهنا تتوقف ما تتحمل هذه الأسيديتي وتنشط المرحلة الثانية second stage راح يكون عندي لاكتوباسيلاس بلانتارم، تتحمل الحموضة أكثر من الأولى وتستمر بإنتاج اللاكتيك أسيد لحد ما توصل الأسيديتي 2%، تتوقف لهنا، يبدي الثيرد ستيج بنمو اللاكتوباسيلاس بريفيس، هذه راح تحول الباقي مات الشوغر للاكتيك أسيد وتوصل الأسيديتي إلى 2.4%. هذه مراحل تصنيع مخلل اللهانة. نوع آخر من المخللات راح ناخذ الأوليف بيكلز اللي يكون الفرمنتيشن مالته last for many months، طبعا لأكثر من شهر. لاكتوباسيلاس بلانتارم مسؤول وساعد باللاست ستيج اوف فرمنتيشن، نفس المايكرو اورجانيزم play major role in the fermentation of cucumber pickles بمخلل الخيار. بيكلز سبويلج راح ناخذ الانباستورايز بيكلز spoiled by different microorganisms، أخلي ببالي بأنه إذا المخللات ما معاملتها حراريا ما مبسترتها ممكن أشوف بها تنوع بالأحياء المجهرية اللي تتلفها، يعني مكونة للسبورات غير مكونة للسبورات. أمثلة للبكتيريا عندي باسيلاس كلوستريديوم وحتى جماعة الانتيروبكترياسي، بالإضافة إلى أنواع من الخمائر وأنواع من الأعفان. أمثلة للبيكلز سبولج، النوع الأول عندي بيكلز سبولج باي أوكسيديتيف فيلم ييست، خمائر الغشائية ذات الطبيعة المؤكسدة. المايكرو أورجانيزم عندي الكانديدا ينمو على سطح المخللات ويقوم بتحويل اللاكتيك أسيد اللي موجود بالمخللات عن طريق الأوكسيديشن إلى CO2 و H2O. استمرارية نمو الكائن المجهري رح ينطيني thin white film on pickle surface، إذا ألاحظ الصورة رح أشوف غشاء أبيض يظهر على سطح المخللات، هذا غالبا بالبيت ممكن نشوفه، كل من تمر فترة طويلة على المخللات رح يظهر هذا الغشاء، وحتى ممكن يسهل لي ظهور أنواع أخرى من التلف لأنه رح يكون مثل غشاء تقعد عليه غير من المايكرو أورجانيزم. النوع الثاني اللي هو pickles spoiled by fermentative yeast، الخمائر ذات الطبيعة المخمرة. المايكرو أورجانيزم خميرة التوريولوبسيس
ينمو inside the cells بداخل المخلل نفسه. بهالحالة من ينتج لي كمية كبيرة من الغازز، هذه ما تقدر تنفذ كلها للخارج. فش راح يصير التايب اوف سبولج؟ عندي floated pickles، المخللات الطافية. إذا ألاحظ بأنه جزء من المخللات راح تدي ترتفع للأعلى نتيجة احتوائها على كمية من الغازات. هذا النوع من المايكرو أورجانيزم ما أقدر أتعامل وياه بسهولة، حتى من أسوي باسترايزيشن ممكن ما أقدر أقضي عليه لأنه هو أصلا موجود بداخل المخللات. النوع الثالث اللي هو pickles spoilage with locustock، نمو المايكرو أورجانيزم راح ينطيني السلايم لاير اللي هي الطبقة تكون لزجة، والتايب اوف سبولج يكون سلايمي بيكلز، راح يكون عندي لزوجة على سطح المخللات. النوع الرابع اللي هو بيكلز سبولج وذ باسيلا سبتيلاس، البكتيريا لها قابلية على إنتاج الـ H2S، وهذا يتحد مع المنتل اوف كان. أخلي ببالي بأنه العلب اللي حافظة بيها الطرشي أو المخللات بهالحالة هي معدنية، فاتحاد الـ H2S ويا الحديد ينطيني Black Residue عبارة عن Fe2SO3. Type of Spoilage بهالحالة راح يكون Black Pickles. ألاحظ الصورة بأنه جزء من المخللات راح يكون ظاهر بها هذا الراسب الأسود. نوع الأخير من التلف Pickles Spoilage by Mold بواسطة الأعفان، مثال عندي البنسيليوم والبلادوسبوريوم ينتجون أنزيم البكتينيز اللي هو يحلل لي البكتين المسؤول عن اعطاء الصلابه للخلايا النباتيه. فالتايب اوف سبولج راح يكون عباره عن سوفت بيكلز، من اجي ارفع المخللات راح اشوفها تكون طريه تبدي يعني تتمزق تفقد القوام الصلب. جزء العملي لاب وورك، العينات من توصل لي المختبر اسوي لها ديليوشن. نوع الديليوانت اللي هو محلول التخفيف راح يختلف اعتمادا على نوع الماده الغذائيه. الشوغري فود استخدم ديليوانت معين، والبيكلز المالحة راح استخدم محلول آخر ديليوانت آخر. هذه الديليوانت عليكم انتو تعرفوها لانه ماخذيها بالمختبر الاول. الجزء العملي راح اسوي الميكروبيال كاونتينج فايبل كاونتينج، استخدم طريقة صب الاطباق، اخلي اللقاح بالوسط، ابرد الميديا وادير الوسط فوق اللقاح. الوسط اللي راح استخدمه بهالحالة راح يعتمد على نوع المايكرو أورجانيزم اللي أريد أسوي له كاونتينج. عيناتي اللي تدخل لي المختبر الشوغري فود أستخدم لها وسطين نيوترانت آغار ويا 2 إلى 20% من السكروز. هذا التحوير اللي أنا مسويته بالنيوترانت آغار حتى أعزل أحياء مجهرية محبة للأوزموزية، كنا حسب طبيعة المادة الغذائية. أستخدم هذا الوسط للجنرال مايكروبيال كاونتينج. حتى أعزل الأعفان أستخدم المالت آغار. عينات البيكلز أستخدم ستاف 110، تحضيرها عبارة عن نيوترنت آغار ويا نسبة من الملح، المالت آغار للأعفان والرجوزة لللاكتوباسيلس. بانتهاء الجزء العملي نكون خلصنا مختبرنا، وتحياتي لكم.